to make me feel blessed. هاي مرة جديدة بنطلع من الاستوديو الخاص ببابا اب وبنطلع عليكم بحلقة جديدة تتضمن كل الأخبار والهيتس اللي بتنتظروها أسبوعيا ببرنامجنا. بحلقة اليوم من باب اب عمل بحد ذاته يعني في نجوم كتير كبار. تابعوا كل أخباري على بوب أب مع أنجلا سلافة مع مار. فيكن تابعوا كل أخباري على بوب أب مع أنجلا مصطفى الفاني. إن شاء الله بوعد المشاهدين بالجزء الثاني كمان حيكون في تشويق أكثر. كانت كولات تبكي بالليل مشردة محرومة عاصي كان فقير مثلي. شكرا لكم على المتابعة الدائمة وتابعوا كل أخباري مع أنجلا ببوب أب. وبأجواء الصيفية ننطلق مباشرة مع الديزني موفي تين بيتش وأغاني الجزء الثاني ضمن فقرة النيو ألبوم ريليسز. تين ستارز مايا ميتشل روس لينش وغيرهم بيرجعوا بيجتمعوا بتين بيتش 2 ومغامراتهم الجديدة خلال العطلة الصيفية، وهالمرة رح يرجعونا بهالميوزيكال لأجواء فيلم ويست سايد ستوري. لهالفيلم الموسيقي الرئيس بيتضمن أغاني بأصوات الكاست الرئيسي مثل جوردن فيشر وكريستي فيت بأغنية Falling For You، بالإضافة لأغنية Silver Screen لروس لينش ومايا ميتشل. كمان ضمن النيو ألبوم ريليسز لفصل الصيف أول ألبوم كامل للمغنية البريطانية جاس جلين اللي عرفناها بالهيت Rather Be. ألبوم الأول بيحمل عنوان I Cry When I Laugh وبيتضمن مزيج من الهاوس ميوزك والR&B. جلين اللي صارت من أبرز الأسماء على ساحة الدانس ميوزك جمعت بهالألبوم الهيت We Love و Hold My Hand بالإضافة ل Right Here. وفينا نقول إنه الهايلايت بهالعمل كانت أغنية Ain't Got For To Go اللي أثبتت من خلالها إنها قادرة تنتقل من الدانس والهاوس لموسيقى السول. شو هي آخر نشاطات النجوم العالميين؟ منشوف سوادهم من فقرة الميوزك نيوز. المغنية والممثلة جينيفر هاتسون عم بتخوض حالياً أول تجربة تمثيلية على المسرح من خلال دور شاك إيفري بنسخة مسرحية عن فيلم The Color Purple اللي برزت من خلاله الممثلة ووبي جولدبرغ بمنتصف الثمانينات. كمان من الأفلام الوثائقية اللي تم إنتاجها وعرضها بعدة مهرجانات عالمية دوكيومنتري إيمي للمخرج أسيف كاباديا اللي شارك بهالفيلم بمهرجان أدبرا السينمائي مؤخراً، وهيدا تاني فيلم وثائقي بيقدمه بعد سنة من كم سنة. تحضير لألبوم دوران دوران 14 على قدم وساق مثل ما بيقولوا، ومن المتوقع ينزل على الأسواق بمنتصف شهر سبتمبر. بهالألبوم بيتعاون أعضاء الفريق مع المنتج نايل روجرز اللي سبق واشتغل معهم بالثمانينات. قبل البريك بننضم للنجمة ريتا أورا على موقع تصوير أحدث ميوزك فيديو لإلها. كيف كانت الأجواء؟ منشوف سوا. رح نرجع ننضم لريتا أورا بعد البريك ونشوف إذا قدرت أغنية بويزن تحتل المرتبة الأولى بالبابا أب توب 5. بشوفكن بعد لحظات. بحلقة اليوم من باب أب عمل بحد ذاته يعني في نجوم كتير كبار. تابعوا كل أخباري على بوب أب مع أنجلا سلافة مع مار. فيكن تابعوا كل أخباري على بوب أب مع أنجلا مصطفى الفاني. إن شاء الله بوعد المشاهدين بالجزء الثاني كمان حيكون في تشويق أكثر. كانت كولات تبكي بالليل مشردة محرومة عاصي كان فقير مثلي. شكرا لكم على المتابعة الدائمة وتابعوا كل أخباري مع أنجلا ببوب أب. برحب فيكم مرة جديدة ببابا اب. صار وقت نعمل جولة على أول خمس أغاني عم بتحقق نجاح بالبابا اب توب 5. نعمل الكاونت داون من المرتبة الخامسة للمرتبة الأولى. لكن الأشخاص اللي حابين يمضوا العطلة الصيفية بالولايات المتحدة الأمريكية وعم بفتشوا عن بيوت للأجار، عندي لكم خمس نجوم عارضين بيوتهم للسامر ريد، يعني فيكم تستأجروا هالسليبرتي هومز بس لفصل الصيف. فمين هني؟ شوفوا معنا. ما
المرتبة الخامسة بتحتلها باميلا أندرسون اللي قررت تأجر بيتها بماليبو $50,000 بالشهر. يا بلاش هالبيت بيطلع البحر أكيد وبيتضمن 3 غرف نوم ومفروش بطريقة سوبر مودرن. إذا كنتم قاردين تمضوا فرصتكم بنيويورك وبطريقة جداً ستايلش، الممثلة البريطانية كيت وينسلت عارضة بيتها للأجار $60,000 بالشهر وبيتضمن 4 غرف نوم مع تغاس واسعة. المخرج ستيفن سبيلبرغ وزوجته الممثلة كيت كابشو صار لهم عدة سنوات عم بيمضوا فصل الصيف خارج ماليبو، وبسبب هالشي قرروا يعرضوا بيتهم الدوبليكس للأجار. البيت مجهز بطريقة فخمة وبيتضمن 7 غرف نوم بالإضافة لـ3 غرف للضيوف، بلا ما ننسى المساحة الواسعة قدام البيت اللي بيطل على البحر. أما أجار البيت بالشهر $150,000 فقط لا غير. ننتقل للمرتبة الثانية مع الممثل دانزل واشنطن، ولكن اللي عندهم شغف بالدولفينز فما إلكن إلا هالبيت اللي موقعه مباشرة على البحر على شواطئ كاليفورنيا، يعني الدولفينز دايماً متواجدين ليعملوا لكم زيارة. أما أجاره $170,000 بالشهر. أما إذا إلي هي وجهتكم لفصل الصيف، فالممثل ليوناردو دي كابريو حاضر ليأجر بيته اللي بيطل على الهاتسون ريفر واللي يعتبر من أضخم السيلبرتي هومز بلوس أنجلوس. أما السعر بالشهر فمتواضع جداً، يعني $200,000 فقط لا غير. وهابي سامر فاكيشن. قبل البريك منتابع سوا فوتوشوت خاص بفيلم بيبر تاون اللي جمع العارضة كارا دولوفين والممثل نات وولف. دقيقة قليلة مع البريك ومنرجع بالقسم التالت من باب أب. Don't go anywhere, we will be back shortly. مجدداً برحب فيكم بحلقة الأسبوع من بابا. بنبدأ جولتنا مع الأفلام الجديدة على الصالات السينمائية، والبداية مع أنت مان اللي بنتعرف من خلاله على السوبر هيرو جديد من شركة مارفل المعروفة بالكوميك بوك. الممثل بول راد بيلعب الدور الرئيسي وبيشاركوا البطولة مايكل داغلاس وإيفانجيلين ليلي. بعد النجاح اللي حققه الممثل مارك وولبرغ بدور تيد من حوالي 4 سنوات، بيرجع الممثل الأمريكي لنفس الدور اللي بيشبعه بالدب المهضوم الناطق تيد بالجزء الثاني، بس هالمرة شو علاقة تيد بزواج جون من صديقته تامي لين؟ هيدا هو موضوع تيد 2 اللي فيكم تحضروا حاليا بصالات السينما. من الكوميدي بننتقل للأكشن والتشويق مع فيلم نو اسكيب اللي بيحكي عن عائلة أمريكية عم بتواجه مصير خطير وسط انقلابات واضطرابات سياسية بإحدى البلدين بجنوب شرق آسيا. نو اسكيب مع بيرس بروسنن وأوين ويلسون وناطرينه قريبا بالصالات. وابتداء من الفصل الخريف المقبل ناطرين فيلم مليء بالتشويق وهو أفرست اللي مقتبس عن قصص حقيقية جريت 1996 مع مجموعة من العالم اللي حاولوا يتسلقوا أعلى قمة بالعالم. أفرست مع جيك جيلنهول، كيرا نايتلي وروبن رايت. صار وقت ننتقل للجوسب ديبارتمنت ببابا لنعمل جولة على أخبار النجوم العالميين. آخر أخبار المغنية مارايا كاري بتقول إنها هيد أوفر هيلز إن لوف، والرجل الجديد بحياتها هو جيمس باكر اللي تعرفت عليه من فترة صغيرة وكان الغرام من أول نظرة. كاري وباكر شهدوا سوا مؤخرا بكان وكانوا مضوا سوا حوالي الأسبوعين بعدة مناطق بإيطاليا. منقول congratulations لنيكي هيلتون اللي تزوجت مؤخرا من جيمس روتشيلد بحفل زفاف فخم جمع عدد كبير من النجوم والشخصيات المعروفة، وأكيد باريس كانت الميد أوف أونر. ألف مبروك. وبعد نجم الـ R&B بيك شان المغنية أريانا غراندي ما ضيعت وقتها أبداً، لأن حسب الصحف الفنية وبعض المقربين منها مغرومة حالياً بويكي ألفاريز أحد الرئيسين بفرقتها، وأريانا عم بتمضي معظم وقتها معه. نجمة ماجن ترينر اضطرت تلغي عدة حفلات موسيقية بسبب التهاب بالحنجرة، وبعد ما تعافت مؤخراً رجعت للغناء وبجدول أعمالها عدد من المهرجانات الصيفية بأمريكا وأوروبا. من جهة تانية أطلقت ترينر الميوزك فيديو للدويت اللي سجلته مع المغني جون ليجند Like I'm Gonna Lose You اللي سمعناه أول مرة بحفل البيلبورد ميوزك أوردز من كم شهر. بينما كان عم يحتفل باستقبال مولود جديد لإله مع زوجته بيبي جيرل سميها بودي، صعق المغني بوبي براون بخبر وفاة بنته وبنت المغني الراحلة ويتني هيوستون بوبي كريستينا.
بابي كريستينا كان صار لعدة أشهر واقع بغيبوبة بعد ما عثر عليها مغمى عليها ببيتها بظروف غامضة بعد لحد هلأ ما انكشفت تفاصيلها. والمحزن أكثر من هيك هو سخرية القدر، حيث تم العثور على كريستينا بذات الطريقة يلي توفيت فيها والدتها بحوض الاستحمام وغيبة كليا عن الوعي. لحظات ومنرجع بالقسم الأخير من بابا، بشوفوا شو حضرنا لكم لما نرجع. وصلنا للقسم الأخير ببابا اللي بنبديه بمقابلة خاصة مع فارس الغناء العربي عاصي الحلاني اللي التقينا فيه مؤخرا بحفل خاص دعا له عدد من النجوم والوجوه الإعلامية. كاميرا باب أب وأنا كنا متواجدين ورجعنا لكم بهاد سبيشل ريبورت كل التفاصيل مباشرة. الغناء العربي عاصي الحلاني، اهلا وسهلا فيك بباب اب عبر ال بي سي وقنوات روتانا. اهلا وسهلا فيك. بدايه اكيد بدنا نهنيك على نجاح العراب اللي عم نشوفه عبر ال بي سي وقنوات روتانا، وشو بتخبرنا عن هالتجربه اللي هي الاولى لك بمجال التمثيل؟ اول شيء ميرسي لك وان شاء الله بينعاد عليكم. وبالنسبه لي التجربه بعتبرها اضافه بالنسبه لي بمسيرتي الفنيه. الحمد لله المسلسل الناس حابينه والمختلف، منه قصة عادية أبدا. كتر خير الله وفقنا، وإن شاء الله بوعد المشاهدين بالجزء الثاني كمان حيكون في تشويق أكتر. قدي ورد فيه من عاصي الحلاني وقدي عاصي الحلاني فيه من ورد؟ يمكن بنشبه بعضنا بطيبة القلب، لأنه ورد هو صحيح عصبي وعفوي وبالعفوية بيشبهني، طيبة القلب بيشبهنا، بس شوي متشبص هو وعنيد وما بيتقبل الرأي الآخر، وهي بيختلف عنه فيها. من يبحر في عمق البحر كلنا موجودين لنحتفل مع فارس الغناء العربي بنجاحه بالعراب، كيف بتقيم تجربته الأولى بالتمثيل؟ تجربة عاصي الحلاني أنا برأيي كما كتبت وكما قيمت إنها جيدة، لا بل أكثر من جيدة، لأنه أنا كنت متوقع أقل من هيك وتفاجأت إنه في أداء حلو أداء جيد. عاصي استطاع أن يجتاز هذه الخطوة الصعبة وأدى بطريقة كتير جيدة ومقبولة ومحببة للمشاهد. أنا عجبني، بعض الناس عم يقولوا لا ومش هالقد وهيك، ما بدنا نقارن نحن وكأنه نحن حاملين مسطرة وقياس على الفنان شو بده يعمل. نحن اللي بدنا إياه أنه نشوف العمل على بعضه حلو ولا مش حلو، ممثلين أدوا بطريقة حلوة ولا لا، هذا المهم. أنا برأيي أدى بشكل جيد. واليوم عم نشوف عدد من الفنانين الوسط الغنائي عم ينتقلوا لوسط التمثيل وعم بيخوضوا تجربة التمثيل، كيف بتشوف هالظاهرة إذا فينا نقول؟ هلأ في طلب على الدراما أكثر مما في طلب على أكثر ما في نجوم صف أول، فمشان هيك عم يضطر المنتج بده نجم، عم بيلاقي كل النجوم مرتبطين بأربع خمسة عشر مسلسلات والسوق محتاج 20-30 مسلسل. فكانت الفكرة انه منجيب نجوم جاهزين بعالم الغناء ومنبرمجهم ليصيروا ممثلين بعالم الدراما. يمكن هذه التجربه انا برايي نجحت، يعني وصلت لمرحله انها كويسه، يعني بعض الممثلين المطربين ادوا بشكل حلو، يعني بطلع بهيفا وهبي، بشيرين، عاصي، مريم فارس سابقا، كلهم مثلوا حلو. واليوم بهالزمن سهل انك تدربي، في اساتذه، في اصول علميه خصوصي للتدريب على التمثيل، فمنا شغله صعبه هيدي، بس هذا السبب يعني بخلوهم يجوا على الدراما. لا تعتذري أدمنت الجرح وعياني. الإعلامية فدوى رفاعي أهلا وسهلا فيك بباب أب عبر ال بي سي وقنوات روتانا.
بونسوار أنجلا، أنا عم تابعكم وكتير مبسوطة بنجاح البروغرام، وأخيرا النجم الكبير عاصل حلين عم بيخوض للمرة الأولى تجربة درامية مثل ما عم بيحبوا الناس بالحفلات وبالأغاني. كمان عنده موهبة بالتمثيل ومقنع، وكتير حلو أنه اقتنع أخيرا يخوض هالتجربة، وإن شاء الله منشوفه كمان بتجارب أخرى. قدي برأيك اليوم وجود عاصل حلين الاسم بأي عمل ضمانة وكفيلة لنجاح العمل بحد ذاته؟ هذا الشيء بشكر ربي عليه، الله يعطيني القوة أن يكون دايما مثل ما عم تحكي أنت، أن يكون ضمانة هذا الشيء بيسعدني. ولكن هو العمل بحد ذاته يعني في نجوم كتير كبار، وأنا نجم من هالنجوم الموجودين بهالعمل. نهنيك على نجاح العرب، وكيف بتلاقي أولى تجارب فارس الغناء العربي عاصل حلين بالدراما؟ بقوله يعطيه العافية، أكيد كان حضوره رائع بالعمل، ونحن كسبناه على المستوى الفني وعلى المستوى الإنساني والشخصي. أكيد هو شخص كتير رائع، وأنا كتير انبسطت أني يعني قدرت تكون عندي هالفرصة أنه نصير أصحاب ونتعرف على بعض أكثر، ونتيجته بالعمل بعتقد ما فاجأت حدا، يعني لأنه عاصي فنان حساس وعنده إحساس عالي، فأكيد رح يكون ممثل منيح. بيسعدني أنه اجتمعنا بعمل نحن بأغنية رضاك يامو مع بعض، وهي السنة كتمثيليا مع بعض كنا، أكيد عمل جهد كتير حلو، لقى صدى عند الجمهور ولقى حب عند المتلقي. إن شاء الله يا رب هلأ حتشوفوه قادما، أنا أتوقع بأعمال تانية، وحيكون أكثر إبداعا كما عودنا دائما. في مشروع هيك طلت نجم حلوة كتير وشخصيته حلوة، وبعتقد مع الوقت يعني بيطلع منه ممثل كتير منيح كمان. وإذا بدنا نحكي شوي عن المشهد الرمضاني وعجقة المسلسلات اللي عم نشهدها، كيف بتلاقي اليوم المشاركة على صعيد الدراما العربية بشكل عام؟ هلا يعني في شغل منيح، يعني أنا شفت يعني شوي من كل من كذا مسلسل، الحقيقة في جهد منيح يعني كتير عالي. بداية كولات، كيف بتلاقي نجاح فارس الأغنية اللبنانية عاصل حلين بالعراب، وشو بتحب تقولي له اليوم؟ أنا بحب أقول له أنه اكتشفت في موهبة جديدة هي التمثيل، نجح كتير ورفع لي راسي مثل العادة، وبتمنى له التوفيق دايما. يعني أنا شهادتي مجروحة فيه، ما فيكم تسألوني إليه، يعني أنا دايما بشوفه أحسن شيء أحسن حدا. طبعا الإعلامية نضال أحمدية، بهمنا كتير نعرف رأيك بتجربة فارس الغناء العربي عاصل حلين كمان بمجال الدراما. أنا شفته على المسرح، بهرني عاصي بالتلفزيون بالدراما، عم بيمثل كأنه صار له شي 60 سنة بيمثل. أنا بقدر جاوبك لأنه أستاذ المثنى صبح والأستاذ الكبير الفنان الكبير سلوم حداد كانوا عم بيحكوا دايما ويقولوا له انه عم بتفاجئنا وعم تبهرنا باللي عم بتأديه. يعني بس بدنا نستفيد من كوليت انه ما كان في اعاده تصوير للمشهد، يعني اكيد مرتين او شيء بس ما عذبهم ابدا، وكان كثير سريع التصوير. قد ايه الدور اللي عم يلعبه هيدا بيشبه الشخصيه اللي ما قبل عاصل حلاني؟ ما قبل عاصل، انه طفوله عاصل حلاني ما قبلي، يعني الطفوله المعذبه، طفوله مشرده محرومه، طفوله مشرد ومعذب، او ما كان بالسوربون، يعني هو مثلنا كلنا عاديه. عاصي كان فقير مثلي نحن، مش مشرد يعني مشردين بلا عن المدارس الكبرى عن الجامعات الكبرى، نحن ما كان عندنا ما كنا باهم المدارس والجامعات بلا، ما بحس انه هذا الشيء ضروري لانه اكبر العلماء والمفكرين طلعوا من المدارس الرسميه وطلعوا من تحت السنديانه، وبالنهايه اكبر مدرسه هي مدرسه الحياه. بس السؤال انه بيشبه شخصيته الدور؟ ايه في شيء من شخصيته بلا صح. قد ايه عاصي عطى من عاصي لورد، وقد ايه اخذ من هالشخصيه اللي عند عاصي؟ ليكي انا ورد صار بحياتي يوميا، يعني انا اوقات بقول له ايه ورد ايه، بس ورد اخذها عشاها، عيط عليا وعشاها، انت هلا صرخت قوم عشيني. قد ايه صعب اليوم كولات حلين تكون امرأة جميلة زوجة فنان نجم عنده كتير معجبات واليوم ممثل كمان، كيف عم تقدري تتخطي اذا بدك هيدا الشعور اللي يعني لابد انه تحس فيه اي انثى وهو الغيرة؟ يعني ليك اهم شيء الثقة بالنفس، انا الحمد لله ربنا عطيني ثقة بنفس كتير قوية، فما في شيء بهزني، كل شيء بعطيه حقه وبعطيه لعاصي حقه وزيادة، يعني يمكن انا اكثر بس كولات ما كانت هيك صارت هيك،
طيب ما الحياة بتعلم. ايه اول ما تزوجت اكيد، بس انه مش قلة ثقة اول ما تزوجت بنفسي، كان غار عليه لانه تحبيه كتير وما بدك، انه بدك اياه لك ملكي. بعدين بتعرفي انه لا، الحياة الزوجية هي شراكة مش تملك. يعني انا شريكته بالحياة بس هو لا انا ملكه ولا هو ملكي، نحن شركاء من هون بس نطلق من هون. كانت كولات تبكي بالليل ايه الحمد لله، بس هلأ لا، وبنهار كنت ابكي نهار ليل. بس تخطينا الموضوع. ايه من زمان تخطينا الموضوع. لأنه عم نحكي عن العائلة والزواج، قد اليوم بتشوفي حالك بماريتا كمان اللي عم تمشي على خطى فارس الغناء العربي؟ يا حياتي ماريتا، أنا الله يبعت لكل أم بنت مثل ماريتا، وأكيد دانا كمان. ماريتا بنت ما فينا أوصفها لحدا، يعني نضال يمكن فيها تحكي أكثر عني لأنه صديقتها. تخيلي نضال صديقة ماريتا. لكن لازم نسأل نضال. ماريتا بنت مثالية، أنا برأيي أنه رح تشكل حالة عربية عالمية، لأنه ماريتا بتتقن اللغات بلس أنه هي ما عندها حدود، ما عندها فضاءات واسعة، مهذبة، خلوقة، متواضعة، غير متطلبة، متفانية، حساسة كتير، صوتها حلو، مشي على الارض من قبل. يعني ما هيدي بنت عسل حلاني. قد ايه ماريتا بتتاثر بوالدها؟ بتتاثر فيه كثير، بس عندها شخصيتها، شخصيتها يعني بتحسيها بتفصل يعني انه هي ما لنا منطلقه على اساس انه هي بنت عسل حلاني، على اساس هي ماريتا الحلاني لوحدها. يعني نضال أحمدية، قد ايه برأيك اليوم مشاركة عاصي الحلاني بأي عمل هو إضافة للعمل وضمانة لنجاح العمل أيا كان؟ ما كنا حنشوف، يعني في عشرات المسلسلات برمضان، ليه بدنا نشوف العراب عاصي؟ بدك تشوفي عاصي الحلاني عم بيمثل عاصي الحلاني، دراما ضمانية 100% طبعا. أنا بدي أشكركم وبتمنى لكم كل التوفيق. Thank you. رح عامل مثله لالي. أكيد مقدم. عن أعمالك الغنائية القادمة شو بفيك تخبرنا؟ شو عم بتحضر حاليا؟ في ألبومي عم حضره، وإن شاء الله قريبا من حدد موعد صدور الألبوم على الأسواق. تابعوا كل أخباري مع أنجلا ببوب أب، معكم عاصي الحلاني. تابعوا كل اخباري على بوب اب مع انجيلا سلافة مع مار. يسعد اوقاتكم، فيكم تابعوا كل اخباري على بوب اب مع انجيلا مصطفى الخاني. العراب كان اولى تجارب فارس غناء العربي عاصي الحلاني بمجال الدراما التلفزيونيه، ونحن طبعا بنتمنى له كل التوفيق ان كان بالغناء، التمثيل او المهرجانات. حلقه بوب اب بتابع مع الليتست هوت شوت فيديوز. من النيو هيتس بننتقل للسبعينات مع فريق إيربشن والمغنية بريشس ويلسون، اللي حققوا نجاح كبير بوقتها بأغنية One Way Ticket. هالأغنية ألفها بالستينات الموسيقى اللبناني الأصل هنري حداد. في أجواء السبنتيز بنكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من بابا، ولنرجع نلتقي بالحلقة الجاية. ما تنسوا keep popping up. Ciao for now.